الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. تير كأفراد أو أركان الإسلام ككم إذا وحوية بشهر رمضان ولا صوم؟ نعم، الصيام ينقسم إلى قسمين، صيام فرض وصيام نفل. صوم كل بقى يوقي بسماء، صوم واجب أي صوم سنة؟ صيام الفرض منه صيام رمضان. صوم كواجب كم إذا بشهر رمضان ولا صوم؟ لابد أن يصوم المسلم. وحواجب وقفك مسلم كائنه صومه العاقل وعقل اللي قاله البالغ على الكبير غير الصغير وقنقار كأه المستطيع على الصيام وصوم كان أوده المستوطن غير المسافر ودقن ونقي والمسافر كأهين وتخلو المرأة من الحيض والنفاس قفك الدمر كان وإن يسن أهين قف حيض ينفاس قبته كل من توفرت في هذه الشروط لابد أن يصوم رمضان قفك شروط أصلقها لو واجب كوا إنه صوم بشهر رمضان إنه صوم بشهر رمضان من أذان الفجر إلى أذان المغرب لقبل أذان كالصبح كهر إلى أذان كمغرب لقى يصوم عن جميع المفطرات وحك استوح فري أيوك أفراي أيوك الصومية نعم هذا هو الركن الرابع وركن أفراد كاسي ذكرنا فيما مضى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة وحان شيقني ركن كان كهريي حولها أي زكاة كواجبتين أفر نوعيه نعم والله أعلم والله أعلم.